سؤال من الجمهور، هو هيكون سؤال موجه لحضرتك مباشرة، وعايزين إجابة مختصرة جدا اتفضل. عليه. السؤال الأول، هل يمكن أن يكون سبب فشل أنظمة التخسيس جينيا ووراثيا؟ إحنا عيلتنا كده بنسمعها كتير. حتى لو في سبب جيني للسمنة أو سبب وراثي، أي شخص أيا كان، أيا يعني ينفع يخس أي هيخس برضه. أيا كان، لو هو عايز، لو هو عنده استعداد، لو هو مشي على المعايير او الشروط الصحيه لبرنامج انقاص وزن ناجح، مفيش مستحيل في انقاص الوزن. وانا اسف يعني في يمكن الجمله دي قلتها كتير جدا، اي شخص يقدر ينجح ويقدر يخس بشكل كويس جدا. تمام، السؤال اللي بعده، اهمال وجبه الافطار هل يفشل نظام التخسيس؟ اهميتها ايه؟ طيب السؤال ده يمكن ليه شقين، في شق عامي يعني في العامه نقدر نقوله، وليه شق علمي. العامي او اللي احنا بنقوله يعني لو واحد بينزل بسرعه و ممكن ياخر الفطار، هينجح في الدايت مفيش مشكله. العلمي اللي بيهمل وجبه الفطار معدل حرقه بيقل، ففرص نجاح انقاص الوزن تبقى قليله شويه. الخلاصه لا، افطر كويس اول ما تصحى، ده هيرفع لك معدل الحرق ويخليك تخس بشكل كويس جدا. يعني وجبه الفطار مهمه، مهمه جدا في الموضوع بالظبط. وان كان في شريحه من الناس بيتكلموا في موضوع الصيام المتقطع، وان انا ممكن اصحى وبعدين افطر 12 الظهر، دول قصه تانية خالص، يمكن انا ما بميلش للمدرسه دي بشكل كبير. يعني السؤال اللي بعده، ما هي العلاقه بين شرب الميه وعدم قدرتي على التخسيس؟ ايه العلاقه بقى؟ علاقه وطيده جدا ومهمه جدا. اللي ما بيشربش ميه ما بيخسش، والشرط يا دكتور علي مش في التخسيس ان انا اخس بس، المهم لازم صحتي تبقى كويسه. يعني هو انا بعمل دايت ليه؟ يمكن حضرتك ذكرت في المقدمه السمنه ام الامراض، السمنه ضغط وسكر ومفاصل وعمود فقري وكل حاجه بتبوظ، فانا بعمل برنامج دايت عشان اخس، عشان صحتي تبقى كويسه. طب انا ما شربتش ميه، الكبد ما بيشتغلش كويس، الكلى ما بيشتغلش بشكل كويس، معامل الحرق عندي ضعيف، السموم في الجسم موجوده زي ما هي، تخسيسي مش هيؤدي الى الغرض الصحي المفروض اللي انا عايزه. ارتباط الميه بالتخسيس ارتباط وثيق جدا، زي اي حاجتين يعني مرتبطين ببعض. اللي بعده، ينصح دائما بقضاء وقت كافي في كل وجبه، ايه المقصود بذلك؟ اه طبعا ده مهم جدا، ده في علاقه كبيره جدا بين المضغ وبين يعني ثلاث حاجات. اللي بيقعد مثلا بياكل، اللي بياكل بسرعه ده اولا في هواء بيدخل مع الاكل جوه المعده وبنصاب بغازات وانتفاخات ومشاكل كتيره جدا. الحاجه الثانيه في ريفليكس موجود ما بين المضغ الفك وما بين المخ، المفروض الطبيعي ان انا بقعد من 15 دقيقه لثلث ساعه في الوجبه ذات نفسها. علميا ده الوقت اللي المعده فيه بتدي شعور للمخ ان انا امتليت خلاص. دقيقه يا دكتور؟ من 18 من 15 دقيقه ل 20 دقيقه، ده وقت الميل كلها. تلت ساعه المفروض. اه والمفروض ان انا يعني المفروض بمضغ اللقمه اكتر. بيحصلش يعني، اه الناس كلها بتبلع الاكل، وخاصه لو انا قاعد طول اليوم ما باكلش، فطبعا لو خدت وقتي في الاكل المفروض اخس كويس جدا وهشبع بسرعه. تمام، فمهم الموضوع جدا ده. اه جدا طبعا. اللي بعده، الرياضة، ما هي علاقة الرياضة بفشل نظام التخسيس؟ طبعا علاقة كبيرة جدا. يعني انا لو ما مشيتش مش هخس كويس. يعني انا لو ما عملتش رياضة، لا في فرق، انا مش هخس كويس ولا مش هخس خالص. لا انا هخس بتنظيم الاكل، لكن الرياضة بتعمل حاجات تانية يا دكتور علي. يعني الرياضة بتشد الجلد، بتحافظ على الكتلة العضلية، لو انا بتحافظ على معدل الحرق بتاعي، بتحافظ على المود، ده شيء مهم جدا. يعني اي حد بيمشي على دايت ممكن هرمونات المود عنده او السعاده بتقل، وخاصه لو دايت قاسي او ما فيهوش بروتين او، فانا الرياضه لا، ده 90% من نجاح الدايت مرتبط بالرياضه. دورها ايه في نجاح الدايت؟ 20 ل 40%، 20 ل 30%، علميا 80% دايت 20% رياضه. لكن انا الرياضه لا، مهمه جدا. ما فيش حد هتخس بنظام الاكل السوكي بس هتحصل برضو تخسيس مش زي ما انا عايز، ممكن يحصل لي ترهلات في البطن، يحصل لي وشي يبان عليه ان انا مش قد كده. فطبعا لا، الرياضه مرتبطه بالتخسيس مهمه جدا. يعني جدا طبعا جدا. اللي بعده، ارغب في التخسيس بس بحب الاكل. ممكن ناكل ونخس. هو ده سؤال كل الناس والله. هو ممكن ناكل ونخس بس الموضوع يعني يسمح لي ان انا يعني اتطرق فيه شويه لكذا حاجه. حضرتك حب الاكل ماشي، بس حب نفسك اكتر، حب صحتك، حب اولادك، لو انت رب اسره، لو انت ربة اسره. في حاجه دكتور علي اسمها الكواليتي اوف لايف، جوده الحياه. ما انا ممكن اكل كتير واتبسط بس حياتي هتبقى سيئه، هعيش مع الدكاتره كتير بعالج امراض. الدكاتره كتير بتحرم الناس من الاكل. الحرمان حاجه ضدنا خالص في في, في علم التغذيه الكلينيكي 2021، احنا بنمنع الكلام ده خالص. حضرتك انت هنعمل لك ميديوليشن، تعديل لطريقه الطبخ. يعني انا حضرتك بحب الخضار المسبك،
هنعمله لحضرتك في الدايت مثبت بس بطريقه صحيه. بالظبط ده القصد. بيحب الرز مش هنمنعك منه، هندي لك كميه معينه بس طريقه الطبخ بتاعته هتبقى بطريقه صحيه. حب الاكل بس حب نفسك اكتر وهتاكل وهتخس برضه. احنا معانا اخر سؤال هنشوفه بس هناخد اجابته بعد الفاصل. السؤال الاخير، اكلي قليل بس حرقي ضعيف. ماشي المخرج قال ناخد اجابته دلوقتي. اكلي قليل بس حرقي ضعيف، قصه الحرق. هتاكل قليل حرقك هيقل اكتر. يعني انا لو حد بياكل بطريقه معينه ايا كانت الطريقه، ثلاث وجبات، وجبتين، وجبه واحده، ايا كان، وسيستم معين وزاد في الوزن، ده شخص عادي خالص اهو. ابتديت اعمل نظام عشان اخس، قللت اكلي. طب قللت اكلك بنسبه قد ايه؟ 10%، 20%، 30%، 40%. انا باكل مثلا وليكن 10 صوابع محشي، تاني يوم كلت 2. التقليل الجامد ده الطبيعي بتاع جسم البني ادم، معدل الحرق بتاعه هيقل، سلوينج ميتابوليزم. فانت قللت اكلك، الفسيولوجيكال ريسبونس او الاستجابه الطبيعيه بتاعت الجسم بالطبيعي ان انا حرقي هيقل. الاجابه عايز تخس كويس، كل بنظام مش بتقليل الاكل او بمنع الاكل. دكتور محمد خيري ضد حاجتين، ضد الحرمان وضد تقليل الاكل. بالظبط كده. مظبوط بالظبط.